كيف شايف أداء المباراة من ناحية فنية؟ والله المباراة توها بدأت، يعني ممكن لها 10 دقائق تقريبا، فملاحظين المستوى متقارب، مستوى الفريقين متقارب. بطولة تنظم تحت شعار لنتحد معا ضد حمى الظنك، شايف انه شعار ورسالة البطولة التنظيمية وصلت لكم؟ والله هي واصلة رسالة ما شاء الله، يعني صارت تذكر أشكال من يعني الفرق اللي تلعب، يعني صرنا نسمع حمى الظنك ما شاء الله بكثرة. وش عرفت عن حمى الظنك؟ والله عرفت أنها طبعا الله يكفينا الشر مرض خطير ينتقل من البعوضة بطريقة لدغة من أنثى البعوض اللي هي يسمونها الأديس أو إيدس. الإيدس، فهذه تسبب العدوى بالمرض ولها أعراض ولها يعني طرق اللي هو وقاية. المباراة متعة، إثارة، شو؟ والله إحنا ما فيها المعلق صراحة. كيف متع؟ والله المعلق ما شاء الله عليه. طيب بطولة تنظم تحت شعار لنتحد معا ضد حمى الظنك من أجل القضاء على حمى الظنك، كيف شايف رسالة البطولة التوعوية؟ والله رسالة جيدة يعني صراحة، وما عندي شيء أقوله. أنت كيف تتقبل هذه الرسالة؟ كيف تطبقها؟ والله يعني شيء طيب يعني بس. حتى الآن من الفريق اللي بوجهة نظرك مقدم كورة حلوة؟ والله كل الفريقين ما شاء الله تبارك الله بيدوا كورة حلوة، والفريقين بصراحة لها سمعة في مكة. كيف أنت شايف المستوى الفني في الأدوار التمهيدية في هذه البطولة؟ والله حتى الآن بصراحة الدورة دي أصلاً جايبين نخبة مكة بصراحة، وكل الفرق ما شاء الله تبارك الله مستواهم عالي وبيقدموا كورة حلوة بسمعة مكة المكرمة. ورسالة البطولة لنتحد معهم ضد حمى الظنك؟ والله إن شاء الله يستفيدوا من النصائح حقين المثقفين الصحيين، يعني تعب البعوض ذا منتشر له فترة طويلة منتشر، لازم يأخذوا الحذر منها، وزي المياه الراكدة هذه المفروض يعني خلاص من كثر النصائح إن شاء الله يستفيدوا من الجمهور واللاعبين. كيف شايف المستوى الفني للمباراة؟ والله المباراة اسمه مستوى طيب مو بطال، بس ما موقع الحماس اللي مرة يعني الحمد لله طيب. يعني شايف إنها شوية مغلقة المباراة، يعني تكتيكية شوية؟ إيه المباراة كلها كل فريق حذر من الثاني، يعني ما في مباراة مفتوحة لسه الحمد لله، يعني طيب اللعب. وكيف شايف رسالة لنتحد معا ضد حمى الظنك؟ لنتحد معا ضد حمى الظنك بطولة تنظم للقضاء على مرض حمى الظنك. إن شاء الله يا ربنا يكفينا أسرى أسماء الأمراض، والله يجيب إن شاء الله كل خير. في المستوى الفني للبطولة من خلال الأدوار التمهيدية، والله فرق صراحة على مستوى عالي، إن شاء الله نشوف كرة حلوة. وإنت بحكم إنه عندك خبرة في كرة مكة وفرق مكة، ترشح مين لهذه البطولة؟ مع إنه ترشيح مبكر، لكن خمن يا أخي، توقع. الله يشوف الهجرة أفضل. الهجرة خسر اليوم أمام القلعة. لا الهجرة إن شاء الله واثق. لا أقول يعني هو الأفضل حاليا. وكيف شايف رسالة البطولة لنتحد معا ضد حمى الظنك؟ رسالته كويس في البطولة. البطولة أولا يعني مكة معروفة بالإنجازات هذه على الحواري تبع مكة، وشيء معروف من زمان، يعني الشغلة حماسية صراحة، ومتابعة دائما تكون يعني من جميع مناطق مكة. بصراحة في مباريات جدا قوية وحماسية، ويجبر الكل انه يجي ويتفرج عليها، فمعروفة مكة يعني بالشغلات هذه من اول.